إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب، عاملين ايه؟ معاكم يوسف ناصر من قناة اكتشف العالم. حلقتنا بتاعت النهارده ان شاء الله هتكون تقريبا الحلقة السابعة من برنامج طلبات تشغيل الموسم الثاني، وهنتعرف مع بعض على لعبة يوتيوبر لايف. يعني اهم حاجة متطلباتها يا شباب يكون عندك على الاقل جدا 2 جيجا بايت رام DDR3. نخش بقى في البروسيسور عشان ما نطولش عليكم، والبروسيسور محتاج على الاقل كور انتل كور i3 علشان تحصل على جودة تبقى انت راضي عنها، يعني من غير ولا لاج بقى ولا القرف ولا توطي حاجة والكلام ده كله. يعني بالنسبة ليه كارت الشاشة، فانت محتاج على الاقل يعني كارت شاشة ما يكونش اقل من الفئة المتوسطة، لان هو مش مذكور كارت شاشه انت تقدر ان انت تمشي عليه. عشان اكذب عليك لو قلت لك جي تي اكس 660 جي تي اكس 750 اي حاجه، لو عندك كارت شاشه اعلى شويه من الفئه المتوسطه او فئه متوسطه هقول لك هتشتغل عندك زي الفل، لكن اقل من المتوسطه بدرجات ياما لا انسى. تمام، نخش بقى على نظام التشغيل. تمام، نظام التشغيل محتاج ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 8.1 ويندوز 10، تشتغل على جميع أنظمة التشغيل المشهورة دلوقتي، ومش محتاجة بقى الكلام اللي احنا بنقول اللي هو 64 بت 32 بت، لا تشتغل على 64 بت عادي، تشتغل على 32 بت عادي خالص. ده كان كل شيء في حلقة النهاردة، ما تنسوش لايك سبسكرايب للقناة، شير لأصدقائكم عشان توصلهم المعلومة ما توقفهاش عندك، وفي نفس الوقت حرام يعني يقعدوا يحملوا اللعبة في الاخر ما تشتغلش معاهم بسبب المواصفات. يعني بس كده، مستني تعليقاتكم التحفيزية عشان نقدر نستمر دايما الخطوة لقدام. بتمنى لكم ان شاء الله متعة في اللعبة، وبتمنى لكم يوم سعيد. كان معاكم يوسف نصر، في امان الله.